وسوف تظل دائما القضية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قائمة إلى أن نصل لحل، والحل ليس بعيدا على الإطلاق، ولكن لازم تتوفر له إرادة حقيقية. من ناحيتنا في مصر عندنا هذه الإرادة، أعتقد أيضا في الجانب الفلسطيني لديهم هذه الرغبة وهذه الإرادة. يقف دائما حجر العثرة، والله هم أسوأ من كونهم يعني يطلق عليهم حجر عثرة، الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية فلسطين. ويمكن حضرتك عارف أنه كان تم بالفعل إلقاء القبض أو اعتقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المجلس، خطيب المسجد الأقصى، وهو أيضا رئيس الهيئة الإسلامية العليا. يعني أنا الحقيقة كنت كلمته أكتر من مرة منذ بضع سنوات. أنا من الناس اللي اتصدمت في، مش اتصدمت لأنه ده مش بعيد عن الكيان الصهيوني، أنا اتصدمت بأنه هم يتصل بهم الحماقة إلى هذا الحد. وهو مولانا فضيلة الشيخ عكرمة صبري خرج الحمد لله والشكر لله من يعني سجن هذا الاحتلال الغاشم، وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشة يعني خارجا على قدميه زي ما بيتقال، أمد الله في عمره. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. خلينا ناخد معانا على التليفون الأستاذ حمزة قطينة المحامي المعروف وأحد أعضاء طاقم الدفاع عن فضيلة الشيخ عكرمة صبري. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكم وبجميع المشاهدين. أهلا بيك أستاذ حمزة. كنا عايزين نعرف يعني ما هي ملابسات أصلا إلقاء القبض على فضيلة الشيخ عكرمة صبري؟ نعم، يوم الثلاثاء الماضي حضرت مجموعة من رجال الشرطة والمخابرات إلى منزل سماحة الشيخ عكرمة صبري، وقاموا بالدخول عنده بإعطائه أمر استدعاء للحضور والمثول بالتحقيق أمام مركز الشرطة لهذا اليوم، يوم الأحد. وعند قدوم سماحة الشيخ اليوم الساعة 11 لمركز الشرطة للتحقيق، تم التحقيق معه بشبهة قصد تحريض ودعم الإرهاب. هذه التهم التي تم توجيهها لسماحة الشيخ، كل ذلك على خلفية خطبته في المسجد الأقصى المبارك في بداية هذا الشهر، أي خطبة الجمعة، خطبة صلاة الجمعة، حيث أن الشرطة الإسرائيلية قامت باجتزاء بعض من كلام سماحة الشيخ خلال الخطبة التي أعطاها للمصلين، وتحويل هذه الخطبة الدينية إلى أنها وكأنها تدعم أو تؤيد على الحرب الجارية في غزة وغيرها، وبالتالي تم اتهامه بالتحريض وأنه يدعم تبادل الأسرى وأنه يؤيد ذلك وغير ذلك من المفاهيم والمصطلحات التي يعني يتلاعب بها رجال الشرطة ويقوم بتحويل المعاني فيها وتلفيق التهم للشيخ. هذا الأمر الذي اعتاد عليه للأسف سماحة الشيخ هذه الملاحقة التعسفية المتكررة منذ سنوات طويلة، واشتدت كثيرا في السنوات الأخيرة مع هذه الحكومة المتطرفة. طب أستاذ حمزة، وأنت رجل القانون وأيضا أحد أعضاء هيئة الدفاع، هل هناك أي شائبة قانونية تشوب أن خطيب على منبره في خطبته يتحدث عن تبادل الأسرى؟ يعني هذا أمر شديد السلمية، هذا أمر مكفول بالقانون، حتى حكومتهم الغاشمة كانت ماضية في مسألة تبادل الأسرى، ما الذي يشوب هذه الكلمة قانونيا؟ نعم، وهذا بالضبط ما قام فضيلة الشيخ سماحة الشيخ عكرمة صبري بتوضيحه وبالتحقيق، أن مسألة التبادل الأسرى هي مسألة إنسانية معروفة منذ قدم الأمم والحضارات، وأن التبادل الأسرى وإعادتهم إلى ذويهم هو عمل إنساني بحت، بل وعلى العكس يجب احترام الأسرى وعدم التعرض لهم وإعطائهم الحد الأدنى من العيش الكريم والسلامة الجسدية وغير ذلك من الحقوق. لكن ما يحدث هنا أن الشرطة الإسرائيلية
تريد من المجتمع المقدسي في مدينة القدس الانسلاخ عن سائر أبناء شعبه في الضفة الغربية وفي غزة، وتريد تحويل كل تضامن مع أهلنا في مدينة غزة، وكأن هذا التضامن مع الجرائم التي تحصل ومع الحالات الإنسانية التي هناك من فظائع يرتكبها الاحتلال ضدهم، يريدون تحويل أي صوت يقف في وجه هذه الجرائم ويندد بها، وكأن هذا الصوت في المقابل هو صوت مؤيد للإرهاب ويحرض على الإرهاب، وبالتالي يقومون بتوجيه هذه التهم له بغض النظر عن ارتكازها على مضمون قانوني أو لا. القانون الدولي وحضرتك أعلم مني يكفل لسماحة الشيخ عكرمة صبري ولكل مواطن فلسطيني أن يطالب بإجلاء الاحتلال، لأنه طبقا للقانون الدولي طبقا للشرعية الدولية إسرائيل دولة محتلة، وعليه القانون يكفل المطالبة بإجلاء الاحتلال. وسماحة الشيخ لم يذكر في خطبته أي حديث لا من قريب ولا من بعيد في أي تحريض على العنف. أما أن الأوان الآن خاصة بعد خروجه سالما لتدويل أمر الضبط والإحضار المتعلق بسماحة الشيخ عكرمة صبري، وأن هذا من ضمن الأمور التي يستخدمها الاحتلال للضغط على الشعب الفلسطيني، وأنه إلقاء القبض على رموزه وقاماته وخطباؤه ومشايخه؟ نعم، بصدق ما يحصل هنا لدينا في مدينة القدس أن الأحزاب اليمينية المتطرفة من المستوطنين الحاقدين ما أن استلموا سدة الحكم وكانوا والآن هم جزء من حكومة الاحتلال، حتى أنهم باتوا يحرضون ضد الرموز الدينية والوطنية والقيادية بشكل يومي، وعلى رأسها سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، فما أن وصلوا إلى سدة الحكم حتى يعني باتوا يحرضون عليه بالاعتقال ويطالبون بزجه بالسجن ويتهمونه بالتحريض ويتهمونه يعني بالتهم ما أنزل الله بها من سلطان، كما وأنهم يحركون بلدية القدس بلدية الاحتلال لتنفيذ أمر هدم منزل الشيخ بل وحتى ضد جميع العمارة التي يسكن فيها أكثر من 13 عائلة، ويمنعونه من السفر خارج البلاد ويضيقون الخناق عليه لا لشيء إلا بسبب موقفه الديني ومركزه الديني هنا في مدينة القدس. هذا الأمر أصبح متكررا وحتى واعتاد عليه سماحة الشيخ. لا شك أن تدويل هذه القضية وتدويل مثل هذه الاعتداءات يعني المطالبة الدولية بوقتها هو أمر ضروري، لأنه بصراحة القانون المحلي الإسرائيلي قانون الاحتلال لا يتيح هذه الحماية القانونية للحقوق الأساسية للمقدسيين عموما ولقيادتهم الدينية ولرموزهم الدينية بشكل خاص. ولكن يعني نحن هنا يعني للأسف اعتدنا على أن الاحتلال يرمي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ولا يأبه بها عند الحديث عن أمور هي يعني على عظم أمر الشيخ ومكانته، بل حتى أمور تتعلق بجرائم وإبادة جماعية وجرائم انتهاك للمقدسات وغيرها، هو لا يأبه بأي قرارات دولية بكل أسف ولا بأي جهات دولية، وهذا يعني أمر مؤسف جدا جدا. طيب إذا هناك محاولة لتحديد تحركات سماحة الشيخ عكرمة صبري، هناك محاولات قدر الاستطاعة للتربص به بأي شكل من الأشكال، هدم المنزل، التعرض الشخصي ليه من قبل المستوطنين، هل قمتم بتوثيق مثل هذه الأمور وهل تنوون كطاقم دفاع لعرضها أمام المجتمع الدولي بشكل أو بآخر؟ نعم، هناك مجموعة من المستوطنين المتطرفين قاموا بوضع خارطة تشير إلى منزل سماحة الشيخ وعليها صورة القناص المصوت هناك، وبمعنى يعني أن هذا المكان هو مكان مستهدف، وهم يظهرون ينشرون هذه الصور بينهم
حتى يقوم احد غلاتهم بالتوجه هناك الى منزل الشيخ وبلا سمح الله التعرض له. قمنا هنا بطاقم الدفاع بتقديم تكو رسميه لدى النيابه العامه ولدى الشرطه ومطالبتها بفتح التحقيق بمثل هذه التعريض على القتل بشكل واضح ضد سماحه الشيخ. لكن للاسف ان الشرطه والنيابه تستجيب لضغط الاحزاب اليمينيه والمستوطنين عند مطالبتهم بالاعتقال التعسفي للشيخ وتلفيق التهم له، في حين التحريض العلني بالقتل ضده من اشخاص معروفين وبصفحات معروفه لا يأبهون بها وكأنها يعني لا شيء. هذا يظهر يعني جانبا من العنصريه والانتقائيه في تطبيق القانون، ويظهر يعني مدى خطوره هذا الامر. هذه الشكاوى هي عندنا موثقه عند طاقم الدفاع، وكل ما فيها من مستندات تتعلق بهؤلاء المحرضين وهؤلاء الذين ينوون بصلة بالشيخ وان يحرضون ضده، كل هذه الملفات معروفه لدينا، لكن بكل اسف لا يوجد محرض رسمي من قبل الشرطه الاسرائيليه لحد هذه اللحظه، ولا يوفر. ويعني نحن نحملهم طبعا كامل المسؤوليه عن سلامه الشيخ وعن اي حماقه لا سمح الله يرتكبها هؤلاء. أنا أعتقد أنه لو تقدم سماحة الشيخ عكرمة صبري بتقديم طلب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهيرفض، إذن فليؤخذ هذا الطلب ويدول. كذلك هذه الخرائط، هذه الصور، كل هذا الملف الموجود لديكم انشروه أمام العالم. الجيد الوحيد قد يكون في السوشيال ميديا أنها قادرة على نشر هذه الأمور عابرة ومتخطية للحدود. أخيرا يعني طمنا على صحة سماحة الشيخ عكرمة صبري. نعم، سماحة الشيخ الآن يبلغ من العمر ما يزيد عن 86 عاما، وما زال يعني الحمد لله كالجبل الشامخ رغم كل هذه المضايقات وكل هذه الإجراءات التعسفية التي ترتكب بحق. يعني لو نظر إنسان يبلغ 86 من عمره، أي تحقيق وأي مركز شرطة وأي إجراءات تتخذ بمثل إنسان رجل كبير في السن مثل ذلك؟ فما بالكم عند الحديث عن رجل هو قامة دينية وهو رمز من رموز القضية الفلسطينية ورمز من رموز المسجد الأقصى. الإجراء يعني بحد ذاته هو يعني منه أهداف شخصية للتنكيل بسماحة الشيخ، ومنه أهداف عامة لتصوير هيك صورة الوضع العام، صورة الوضع العام ضد المجتمع المقدسي، وكأن لا يوجد لدينا حدود، نحن نستهدف كائنا من كان، حتى الرموز الدينية نستهدفها. لا شك أن مثل هذه الإجراءات هي إجراءات يعني فاشلة، لأن سماحة الشيخ يعني لا ترهبه مثل هذه الإجراءات، بل اعتاد على هذه الملاحقات التعسفية، وهو بحمد الله عز وجل بصحة جيدة رغم كل هذه التنكيلات. أمد الله في عمره ومتعه الله بالصحة والعافية. أنا بشكرك جدا أستاذ حمزة قطينة، المحامي الفلسطيني المعروف وأحد أعضاء طاقم الدفاع عن سماحة الشيخ عكرمة صبري.